صداها جورج. وهلأ نحن حاليا نتوقف مع تقرير حول نسب ضحايا قيادة السيارات وسبب ارتفاعها. حوادث السير بلبنان هي عم تكون مشكلة كتير كبيرة، وللأسف الحوادث عم تزيد سنة بعد سنة. سنويا عندنا ما يزيد عن 850 قتيل بحوادث السير، وهذه النسبة من آخر 3-4 سنين هي بتزايد مستمر. يعني بين ال 18 وال 25 سنة هن النسبة الأكبر من الأشخاص اللي معهم رخصة قيادة اللي هي دفتر سواقة، وفي نسبة كتير كبيرة كمان من الشباب عم تموت، هي بين 15 و 18 سنة اللي هي بتموت إن كان على بالسيارات واللي هن قانونيا ما بيحلوا يسوقوا، وفي نسبة تانية هن اللي بيموتوا على الدراجات النارية. كل ضحايا حوادث السير بلبنان هن من المشاة. 75% من اللي بيموتوا بحوادث السير هن من الذكور، وهن اكثريتهم مثل ما قلنا هن من الشباب اللي بين 18 و25 سنه، اللي تقريبا بيوصلوا لل 25% من عدد الضحايا. فليصير عندنا حادث سير لازم يكون عندنا ثلاث اشياء، اللي هي السائق والسياره والطريق. اذا كانت حاله السائق منها منيحه، يعني اعتبر في ارهاق، في تعب، شربان كحول، ما عنده الكفاءه انه يسوق على الطرقات، او ما ياخذ رخصه بطريقه غير شرعيه وما بيعرف يسوق، راح يصير عندنا حادث. اذا الطريق منها منيحه، ما فيها المواصفات، فيها جوار، ما في اناره، في ضباب، هذا الشيء كمان سبب عندنا حادث. وعندنا الحاله الاخرى هي السياره، اذا كانت سياره دوليبه منه منيح، اذا ما عم يعمل لها صيانه دوريه، اذا ما فيها فرامات، بيصير عندنا حادث. وفي نسبة كمان من الأولاد اللي بيسوق درجات نارية هن عمرهم 12 و11 و10، هون أكيد المسؤولية نحن ما بنحملها لهذا الولد أو الطفل اللي عمره 10 سنين و11 سنة. المسؤولية هي للأهل إنه يكونوا عم يراقبوا أولادهم، ومش هن يجيبوا لهم دراجة نارية يقولوا له خد بكره بتصير تتعلم عليها لتقدر تسوق سيارة بعدين. لا، هذا شيء مختلف كليا، معتقدات خاطئة إنه اللي بيتعلم سواقة على الدراجة النارية الموبيل الصغيرة يعني بعدين بصير يعرف يسوق سيارة. هون أنا برأينا كجمعية يازا، هذا الشخص عم بيقتل ابنه بطريقة غير مباشرة، عم بيعلمه على السرعة من هو صغير، عم بيعلمه على التهور من هو صغير، لأنه لما يشوف أصحابه الأكبر منه شو عم بيعملوا رح يصير يعمل مثلهم، وهيك التجارب بتدل نتيجة الأشخاص اللي عم بيموتوا على الطرق.